سارة تقول هل طفولتي المعنفة أو المعفنة ما أعرف كانت سبب دخولي علاقة مظلمة؟ إذا كنت معنفة في الطفولة نعم وارد جدا، معناها زي ما نقول كثير يعني صغر حجمك، خلنا نقول انضربتي، تأذيتي مشاعريا، ماديا، فكريا، كممنوع ما تقدرين تؤمنين بشيء، فكثير صرتي صغيرة، وهذا راح يخلي أو يسمح للشركاء لما تدخلين في علاقة مظلمة إنهم يشوفون الضعف هذا بشكل كثير واضح، وبالتالي يستغلون هذا الضعف، وقد تكونين أصلاً من يوم إنك طفلة وأنت في علاقة مظلمة، قد تكون من يوم إنك طفلة، يعني صحيح إنه ممكن تكون العلاقة المظلمة ما فيها تعنيف، بس فيها ما يوازي التعنيف، فيها يعني تلاعب، فيها يعني فيها كثير غسيل دماغ، فممكن تكونين انت في علاقة مظلمة فيها تعنيف من الطفولة، بس انها يعني تغير شوية صارت بدون تعنيف، بس هذا هو الفرق. وقد تكون لا، مثلا انت جاك التعنيف وامك كانت في العلاقة المظلمة، فبالتالي انت عشتي في هذا الذبذبات وعشتي في هذه الطاقة وعشتي في هالاجواء وكنت مستعدة لها. لكن سارة احييك انه انت اكتشفتي في كثير من السيدات قاعدين في علاقة مظلمة ومو عارفين يقول لك يحبني، مقفل الباب علي الشقة، يحبني شيء يعني ما يتحمل، مقفل باب الشقة وبالع مفتح حب. شلون تفهمينها وشلون تقولينها تخلينا هي يعني تنطبخ في العلاقة المظلمة لما يوم تولع اللمبة. وأغلب الناس في العلاقة المظلمة ما تتولع اللمبة، يموتون قبل ما تتولع اللمبة. لذلك أحييك إنه أنت على الأقل الآن أنت قاعدة تشبكين الخيوط، قاعدة تفكرين، قاعدة تقلبين الموضوع، قاعدة تنتبهين إنه أنا في علاقة مظلمة وتتسألين ليش، وتحاولين تفهمين وفقا لقانون السبب والنتيجة والكارما. وأكيد بعد هالاستنتاجات طبعا ممكن إنك تقعدين الحين تقرين الخريطة وتقرين تاروت عشان تكتشفين الموضوع، تصير عندك اكتشافات، بس بعدها لازم في حل. تصير مرحلة تقولي أنا لازم أسوي حل، لازم الآن أشتغل، لازم الآن أنظف هذه المشاعر وأشتغل عليها وأنتقل لمرحلة جديدة. بس ممكن تاخذين وقت الآن في تجميع خيوط القصة. ليلي تقول أنا مشاكلي كلها متعلقة بالمعتقدات، ومهما شككت واعترفت إنها خطأ ما زلت مبرمجة عليها. شوفي، في جزء من الموضوع إنك لازم تكونين عندك التأكد إنها غير صالحة. خلينا ما نقول خطأ، صعب أنت تروحين الشخص هو أنت، تروحين نفسك وتقولين معتقدك غلط. يعني شلون معتقدي غلط؟ أنا يعني مؤمنة بهالمعتقد من 5 سنوات، مؤمنة من 10 سنوات، مؤمنة من 40 سنة، مؤمنة من 50. شلون في يوم وليلة تقولين معتقدي غلط؟ بينك وبين نفسك طبعا، ما المفروض واحد يقول لك معتقدك غلط، أنت تحددين معتقدك غلط أو صح. وهذه المعضلة اللي تكلمنا عنها، إنه أنت تقولين لا بس أنا مؤمنة بهالمعتقد، شلون معتقد غلط؟ فأنت لازم تروحين للداونلود للآثار اللي صارت عشان تقولين لو معتقدي كان كذا صار كذا، لو معتقدي كان كذا صار كذا، لو معتقدي كان كذا صار كذا. والشيء الثاني، لازم توجدين المعتقد البديل عشان تقدرين انك انت زي ما نقول تشيلين هذه البذرة وتحطين بذرة ثانية، او تشيلين هذه الشجرة وتحطين، او تشيلين هذه النبتة وتحطين نبتة. تخيل في احد بيشيل شجرة او شجرة ذات يعني جذور عميقة، موضوع مرة كبير، تبدل شجرة ذات يعني جذور عميقة، من وين؟ من وين؟ من وين تبدل شجرة بجذور عميقة بشجرة بجذور عميقة؟ مين يقدر يسويها؟ ذلك مرات أنت برضو تسوي عملية جزئية، تقسم المعتقد الأقسام وتسوي جزئيات يعني. ف
فلا تبدين بالكبير، بدي بالصغير، روحي للقصص والداونلود، لا تروحين للمعتقد مباشرة، أوجدي البديل على طول مع المعتقد هذا. يمكن يكون هادي ولا إيش؟ يمكن يكون معتقد الارتباط الزواج خاطئ. أنت تسأليني صح؟ تبغيني يعني أعطيك معتقدي صح؟ شوفي أنا بعطيك القصة، بعطيك الزواج انبنى لأنه البشرية احتاجت قصة الزواج لأسباب متعلقة بالمال. المال داخل بكل شيء، وأسباب متعلقة بالقوة والسيطرة. طيب في تاريخ يعني قبل الأديان حتى، فالبشرية اخترعت هذا الاختراع لأنه كان فيه احتياج يعني للقصص هذه، احتياج للمال واحتياج للقوة، والبشرية تتجه إلى التخلي عن هذا المفهوم لأنه برضو لأن البشرية راح تتخلى عن أيضا الأفكار اللي تبعت بعد ذلك لما جاءت الأديان ووضعت الزواج. البشرية في عصر الدلو، هي رايحة عصر الدلو، في الغالب راح تتخلى عن مفهوم الزواج. الآن أنا شفت ولاحظت لاحظت في موجة لتغيير فكرة الزواج، بأنه عندنا جنسين، هذه قاعدة تنهز الآن بصورة واضحة. وبرضو لاحظت إنه شوية كأنه صار مفهوم الزواج كأنه old fashion يعني متوجين يعني، فصار الآن الكول إنه الواحد يطلع يتكلم عن المساكنة وعن كذا، يعني هذا كول يعني، وهذاك يعني old fashion يعني كذا زواج. فيعني كقارئة للواقع وكمطلعة وكعارفة يعني وشلون بدأ الزواج وين حنا رايحين، العصر الدلو والبشرية وش بيسوون، يوحشون البشر ترى، فهم راح يكسرون فيه، راح يكسرون في هذا المفهوم. هو مش معتقد، هو مفهوم. بس انت تقولين انه الارتباط خطأ، هذا معتقد، بس الزواج كمفهوم، الزواج كفكرة هي مفهوم من المفاهيم الكبيرة في الحياة الرئيسية يعني الحياة. لكن تسأليني انا شخصيا صراحة اقول انه الزواج فكرة جيدة وتطور من الإنسان. زواج فكرة جيدة وتطور من الإنسان، وأشوف نفسي أني متزوجة خيار جيد في الحياة شخصيا. بس عاد اللي ما يبغى يتزوج عاد له كامل الحرية. طيب يا جماعة أذكركم، قلبية الجوال، نية التنظيف، وبرضو عندنا السول ديتوكس، الوعي الطفولي، تطهير الروح من خلال التنفس، والموسيقى التحولية. راح أكون مسافرة خلال اليومين القادمات، فما راح يكون عندنا انستغرام لايف، بس راح أكون موجودة على السناب. فبليز خليكم معنا على السناب، راح نكمل موضوعنا، وبرضو راح نحلل لعبة الحبار، بما أنه الأغلب كان خلونا نحلل. طيب شكرا للايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل، تصبحون على حب.